السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء. سأقدم لكم في هذا الفيديو وضعية إدماجية عن أضرار وسائل الإعلام. ككل وضعية إذا هناك مقدمة وعرض وخاتمة. لا تنسوا فقط الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وهذا فضلا وليس أمرا. المقدمة: تعتبر وسائل الإعلام أداة هامة في نشر المعرفة وتوعية الناس، لكن هناك سلبيات وأضرار خطيرة على المجتمع. العرض: يلعب الإعلام دورا هاما في تنشئة ونمو الفرد ثقافيا واجتماعيا بصفة عامة، سواء كانت هذه الرسالة سلبية أو إيجابية، لأن الإعلام سلاح ذو حدين، إما أن يساهم في تعزيز القيم والعادات السليمة ونشر الأخلاق الحميدة والمعارف والعلوم المختلفة، وبالتالي تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في تطوير وتقديم محتوى متميز بهدف بناء مجتمع راقي وحيوي. وإما أن تكون هذه الوسائل بشتى أنواعها كالتلفاز، الراديو، الصحف، شبكة الإنترنت وإلى غير ذلك من وسائل الإعلام، فتصبح هنا هدامة للفرد والمجتمع لما تشمله من إعلانات مبالغ فيها، وقد تكون خطيرة وقد تكون تساهم في أضرار. التأثير السلبي على الصحة النفسية، وكذلك بما أن الإعلام من إحدى أهم القوى المؤثرة في الثقافة الحديثة، فإنها تؤدي إلى تغيير معتقدات الأفراد أو تغيير في الإدراك والآثار العاطفية وكذلك السلوكية. فإن وسائل الإعلام سواء كانت مكتوبة أو متلفزة أو منطوقة، فإن لها تأثير مباشر وقوي من الناحية الاجتماعية والثقافية وكذلك النفسية، ولهذا يجب حماية أفراد المجتمع من التعرض للتأثيرات السلبية التي يفرضها أو تفرضها وسائل الإعلام، وذلك بتوعية أفراد الأسرة بآداب استخدام الإنترنت وحسن متابعة البرامج الثقافية والمسلية التلفزيونية، كذلك منع مشاهدة الأفلام المضرة وعدم كثرة الجلوس أمامها إلى غير ذلك من الأضرار التي تسببها وسائل الإعلام. أما الخاتمة: إن وسائل الإعلام أصبحت ركنا أساسيا في حياتنا وضرورة من ضروريات الحياة لاستقبال المعلومات أو الترفيه، ومن أهم كذلك القوى المؤثرة على حياة الإنسان وفكره، لهذا يجب الحذر منها واستخدامها بعقلانية لضمان حياة أفضل أو لضمان حياة بدون مشاكل. إذن كانت هذه الوضعية التي تتحدث عن بعض الشيء وسائل الإعلام، سواء كانت في الأضرار أو حسن استعمالها. كما يمكن تلخيص هذه الوضعية إلى ما يلي: إذن ممكن حذف بعض الجمل وتلخيصها بأقل حجم. إذن المقدمة تبقى كما هي: تعتبر وسائل الإعلام أداة هامة في نشر المعرفة وتوعية الناس، لكن هناك سلبيات وأضرار خطيرة على المجتمع. أما العرض، إذن نقول: يلعب الإعلام دورا هاما في تنشئة ونمو الفرد ثقافيا واجتماعيا بصفة عامة، يمكن حذف بصفة عامة أيضا. إذن حتى هنا فقط.
إذن يلعب الإعلام دورا هاما في تنشئة ونمو الفرد ثقافيا واجتماعيا، سواء كان هذه الرسالة سلبية أو إيجابية، لأن الإعلام سلاح ذو حدين، إما أن يساهم في تعزيز القيم ثم الأخلاق الحميدة والمعارف. إذن هنا بصفة عامة إذن المسطرة بالوردي هي التي تقرأ والغير مسطرة تحذف، فقط المقدمة تبقى كما هي. إذن قلنا هنا إما أن يساهم في تعزيز القيم والأخلاق الحميدة والمعارف، وبالتالي المشاركة في تطوير محتوى متميز بهدف بناء مجتمع راقي، وإما أن تكون وسائل الإعلام بشتى أنواعها هدامة لما تشمله من تأثيرات أو من التأثير السلبي، فإنها تؤدي إلى تغيير معتقدات وتغيير في الإدراك والآثار العاطفية والسلوكية. ولها تأثير مباشر، أو كما لها تأثير مباشر اجتماعياً، هنا نقوله اجتماعياً ثقافياً ونفسياً، ولهذا يجب حماية أفراد المجتمع بتوعية أفراد الأسرة بأداب استخدام الإنترنت وحسن متابعة البرامج الثقافية ومنع الأفلام إلى غير ذلك. أما الخاتمة ممكن كتابة إن وسائل الإعلام أصبحت ركناً أساسياً في الحياة لاستقبال المعلومات، لهذا يجب استخدامها بعقلانية لضمان حياة بدون مشاكل. إذن هذا بالنسبة لتلخيص هذه الوضعية، وسأقدم لكم الآن وضعية أخرى عن العالم الافتراضي، أتمنى أن تنال إعجابكم. كالعادة هي أيضا فيها مقدمة عرض وخاتمة. إذن أولا المقدمة، وضعية إدماجية عن العالم الافتراضي. لقد تحول الإنسان من الإنسان الاجتماعي بطبعه إلى تكنولوجي أكثر من اجتماعي، والسبب هو أنه أصبح ينجذب أكثر فأكثر لوسائل التواصل الاجتماعي التي غزت العالم وكل المجتمعات. إليكم الآن العرض. إن وسائل التواصل الاجتماعي لها إيجابيات وسلبيات كثيرة، ولكن أثرها على الفرد يكون سلبا أكثر منه إيجابيا أو إيجابا، لأنها قضت على الروابط الأسرية والتقارب العائلي، وأصبح التواصل يقتصر على جمل قصيرة بدل الحوار والمناقشة المتبادلة، مما أدى ذلك إلى انعزال الإنسان وبعده عن الواقع، خاصة الواقع الاجتماعي، من خلال اندهاره بالعالم الافتراضي، مثلا الفيسبوك، التويتر، الانستغرام، التيك توك إلى غير ذلك من المنصات، الذي يعتبر كالحلم، وهو غير مدرك أن الواقع هو العالم الحقيقي الذي نعيش فيه أو يعيشه. كما ينبغي على الشباب أثناء استخدام الإنترنت أو استخدام منصات التواصل الاجتماعي أن يكونوا حذرين، خاصة عند قبول طلبات الصداقة أو الصداقة، وكذلك عدم مشاركة المعلومات الشخصية مع الغرباء. ويجب على الأهل المشاركة والمراقبة المستمرة لنشاط الأبناء على هذه المواقع، ولهذا يجب علينا حماية الشباب والأبناء من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق اتباع بعض الإجراءات الحذرة
منها التحدث معهم بشكل مفتوح وتوضيح المخاطر المحتملة وكيفية استعمال هذه المواقع واستغلالها العقلاني، لأنها خطرة لها إيجابيات وسلبيات، فهي سلاح ذو حدين، فالحذر الحذر. كما يمكن تجنب أخطار المواقع الافتراضية باتباع بعض الإجراءات وأن يكون الفرد حذرا ويعتمد على مصادر موثوقة عند تبادل المعلومات أو المشاركة في نشاطات عبر الإنترنت. الخاتمة: إن المواقع الافتراضية لها أهمية كبيرة في حياتنا، لأنها توفر لنا فرصة للتواصل والتفاعل مع الأهل والأقارب والأصدقاء حول العالم. وفي الأخير أقول لكم في انتظار وضعيات أخرى، أترككم في رعاية الله وحفظه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.